ده كل حلقه بعملها لكم بمقدار 3 كيلو، وانتوا تقعدوا تقولوا لي ده كتير قوي يا شيف ساره، عايزين مقدار صغير. فالنهارده هعملها لكم بمقدار كيلو. الكيلو يا جماعه هنحتاج 8 كوبايات من الدقيق، وهنحتاج كوبايه ونص من اللبن الرايب، هنحتاج تلت كوبايه من السكر، وتلت كوبايه من الزيت، ونص معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص معلقه صغيره من الملح، ميه دافيه للعجن على قد ما العجينه تحتاج، وممكن نستبدل الميه الدافيه بلبن رايب زياده مفيش مشكله. هندهن الوش ببيضه ونحط بقى شويه لبن عليها، وطبعا عندكم الوش حبه بركه، سمسم، كمون، تسيبوها ساده، انتوا حرين براحتكم خالص. طيب اللي عايزه اقوله ان اللبن الرايب ممكن يستبدل بزبادي، ولكن اللبن الرايب هو اللي بيديها طعم احلى بكتير وقوام احلى بكتير، عشان ابقى قلت الحق. يعني حد هيجي يقول لي ايه ده، معقوله القرص ما فيهاش سمنه؟ ايوه دي القرص اللي هي الطريه زي بتاعه المخابز، مش القرص التانيه الفلاحي اللي بسكوتي شويه، لا مش دي، دي القرص اللي مايله للعيش شويه، فانا بستخدمها بديل للعيش، رائعه كبديل للعيش، مش قادره اقول لكم جميله ازاي. بتشال في الفريزر كويس قوي، تطلع تتسخن، بتطلع كانها طازه، تنفع للمدارس صح زي ما نور بتقول، تنفع المدارس، تنفع مع كوبايه شاي، تنفع سناك، تنفع تحط على السفره جنب الاكل، رائعه متعدده الاستخدامات جدا، وتنفع مع حلو ومع حلو، يعني عايز اكل بيها حلاوه ومربى وعسل تمام، عايز اكل بيها جبن وزيتون وبتاع برضو تمام، مفيش زي الفل في الحالتين. يلا بينا نشتغل. عايزين اول حاجه نخلط المكونات الجافه كويس قوي، فهنجيب هنا الحله بتاعه العجان، طبعا لو بتعجنوا بايديكوا عادي خالص مفيش مشكله، هتعجنوا بايديكوا العجن بالايد بس هياخد وقت وجهد اكبر، ولكن مش هيقول لا ابدا. كل اهالينا زمان كانوا بيعجنوا بايديهم وبيطلعوا احلى معجنات. ادي الخميره، ادي السكر، وادي الملح، مضرب سلك. انا بحب بصراحه مضرب سلك غير سلاح العجان. اولا عايزه اوريكم احنا هنستخدم الخطاف او الهوك اتاتشمنت، دي اللي مناسبه للعجاين اللي ليها عرق تقيل، مش الكف، دي هي المناسبه ودي هي الصح، فدي اللي انا هستخدمها. وعشان دي مش زي المشبك كده او زي المضرب السلك، فانا بفضل ان انا اقلب المكونات الجافه بمضرب سلك. طب ليه؟ هنتفى زياده؟ لا مش هنتفى زياده، بس لازم اطمن ان الخميره والسكر والملح توزعوا على كل الدقيق، يا اما هلاقي عجينه ممكن تعلى من ناحيه وتهبط من ناحيه والحاجات اللي بتقعدوا تشتكوا لي منها بقى. فعشان نتجنب كل المشاكل دي لازم نقلب كويس قوي. طيب حطينا المكونات الجافه كلها، هنبدا نضيف المكونات السائله، اللبن الرايب، تمام، الزيت، وهنبدأ ننزل بالمية. تدريجيا العجينه لمت خلاص، تعالوا اوريكم اهي لما معايا، الدقيق كله لامم والعجينه خلاص عجينه، اي نعم منعكشه ومش مظبوطه ومش ملساء، ولكن لمت. ما دام لمت دي اشارتي اني اوقف تزويد ميه، خلاص مش محتاجه ازود ميه تاني خالص، محتاجه بقى اعجن كويس قوي، هعجن كتير، هعجن 10 12 دقيقه ربع ساعه، خلي العجينه دي كده حرير، مفيش فيها أي شقوق، مفيش فيها أي تعريجات، مفيش فيها أي نتوءات، ناعمة تماما.
طول الفاصل، اديناها وقتها تماما. تعالوا اوريكم شكلها دلوقتي بقى عامل ازاي. في بس شويه ميه على الكاونتر عايزه امسحهم قبل ما اجيب العجينه. يلا بينا. هننزل العجينه. هنديها بس تكويرة كده، هي معجونة كويس، أنا بس بشكلها. تقدروا تقسموها كور من دلوقتي، وتقدروا تسيبوها وتقدروا تسيبوها تختمر الأول وبعدين تشتغلوا بيها عادي. أنا من الناس اللي بتسيبها تختمر الأول وبعدين أقسم بقى وأعمل كل الكلام ده. استنى أقلع بقى الساعة اللي في إيدي عشان إحنا هنشتغل عجينة طول الحلقة. بس وادي العجينة جاهزة، محتاجين ان هي تختمر لحد ما تتضاعف في الحجم. هنجهز لها بولة، هندي البولة دي رش الدقيق، مسحة دقيق كمان على الوش. وهنغطي بستريتش. الاسترتش الوحش ده يا جماعة. في استرتش غيره؟ طبعا الاسترتش هو احسن حاجة بتنفع بصراحة في تخمير العجينة، يا اما العلب البولات اللي بغطا بلاستيك، يعني يا كده يا كده، الاتنين بيبقوا كويسين جدا جدا جدا. خلاص اتصرفت. يلا بينا. بالظبط. وادي العجينة، الاسترتش هيحبس كل الرطوبة جوه، فالرطوبة مع الحر اللي احنا فيه مع الخميرة هيخلي الخميرة تبدأ تتغذى على السكر، وأول ما تتغذى على السكر هتبدأ تنتج ثاني أكسيد الكربون اللي هيخلي العجينة تعلى وتبقى بالمنظر ده. بصوا الفرق قبل التخمير بعد التخمير، أعتقد واضح الفرق قد ايه. فرق بقى كلمة اتضاعفت في الحجم، اهو ده معنى كلمة اتضاعفت في الحجم. يلا بينا هنشتغل طبعا بالعجينة الخمرانة. انا مش محتاجه. يلا هنجيب العجينه على الكاونتر النظيف بتاعنا، ونبدا نقسمها كور. واحنا انا بقطع
وادي التقطيعات كلها. طيب التقطيعات دي بنعمل فيها ايه؟ بناخد يا جماعة العجينة نعملها كده ونبدأ نكور بالشكل ده كورة، ونسيب الكورة كده على جنب. عايزاكم بس تفتكروا الترتيب اللي بدأتوا بيه، ليه؟ لأن ده الترتيب اللي هنشتغل بيه عشان تكون ارتاحت. فاحنا أول واحدة اهي اللي على الطرف خالص، هنبدأ نرص بعديها بنفس الطريقة، نلم كده أطراف العجينة، وبرضو شايفين مسكن عليها كده بالراحة، مرخية ايدي مش مخليها جامدة، وبلف كده ببطن ايدي عشان تطلع معايا كورة بالشكل ده. هعمل الحركة دي في كل العجينة. لو لقيت حاجة كبيرة شوية ممكن اصغرها عشان كلهم يبقوا مقاس واحد. ونلم كده كله نفس التكويرة بالظبط. اللي تلاقوها كبيرة يا جماعة خدوا حتة كده وشيلوها على جنب، ممكن الحتت دي نجمعها بعد كده ونعمل بيها واحدة أصلا أو اتنين كمان. نلم الأطراف ونيجي هنا، وبنفس الطريقة ونفضل بقى على الكمية كلها. الفكرة بقى ان ايه، لحد ما احنا نخلص هيكون اللي احنا عملناها اول حاجة ارتاحت. عشان كده قلت لكم افتكروا الترتيب اللي انتوا كورتوا بيه عشان تشتغلوا بيه. كده وخلوهم كلهم بقدر الامكان يكونوا قد بعض. في ناس بتوزن على فكره، بتجيب ميزان جنبيها وتتاكد ان العجينه كلها نفس الوزن. مش محتاجين يعني نحنتف قوي للدرجه دي، بس لو حد حابب يعمل كده طبعا ما فيش مشكله خالص، وده بيخلي شغله يطلع ادق واظبط والحاجه تطلع بالظبط نفس المقاس. طيب لما الحاجه تطلع نفس المقاس، هل دي حنتفه زياده مننا ولا ليها غرض؟ لا ليها غرض طبعا، ان التسويه تكون واحده. يعني ايه؟ يعني اكيد لو العجينه واحده صغيره وواحده كبيره وواحده وسط وواحده معرفش ايه، اكيد كلهم مش هيستووا نفس الحاجه. بس لما كلهم يبقوا نفس الحجم ونفس المقاس بالظبط، اكيد اكيد في السوى برضو هيطلعوا نفس السوى بالظبط. فده الهدف من اننا بنحاول بقدر الامكان نخليهم كلهم نفس المقاس. يلا بينا. نبدأ صف جديد. ومعلش هي بتاخد التكوير شوية وقت، بس ده بيريحنا جدا لما نيجي نشكل العجينة بعد كده. فهي ايه، مرة واحدة هنتعب دلوقتي فيه، لكن بعد كده بقى نلاقي الموضوع سهل جدا فوق ما تتخيلوا.
بالظبط زي اي حاجة في حياتنا لازم نتعب عشانها، مفيش حاجة ايه بالسهل. يلا بينا. ونكور يلا بينا. يلا آخر واحدة يلا. كله كده اتكور، نبدأ بقى نعمل اللي احنا عايزينه. والله عايزينها تبقى قرص سادة اوكي، عايزينها تبقى قرص محشية برضو اوكي، مفيش مشكلة خالص، اللي انتوا عايزينه كله ينفع. المهم ان احنا كورنا العجينة وكله جاهز لان احنا يا نحشي يا ما نحشيش، جاهز للتشكيل. بنبدأ باللي احنا عملناها اول حاجة. طيب ليه؟ علشان دي اللي ارتاحت فهتكون سهلة معانا في الفرد. كل ما هنسيب العجينة كده قاعدة شوية على الكاونتر وهي متكورة كل ما هتكون اسهل لينا في الفرد. فبناخد اول واحدة خالص بدأنا بيها اللي هي ايه؟ اللي هي دي. مش قلت لكم افتكروا معايا احنا بدأنا بايه؟ بدأنا بدي. هنيجي نعمل ايه؟ خلوني اجيب صينية الاول هنا قدامي. دي اول واحدة بدأت بيها، كل اللي هعمله اني هعمل كده بس خلاص. شفتوا بقى فايدة التكوير سهل لنا الدنيا دلوقتي ازاي؟ هناخد دي كده ونحطها هنا. تعالوا نعمل الصينية دي سادة خالص بنفس الطريقة، هضغطها كده بصوابعي وادي واحدة كمان، واحدة تالتة، واهو وادي الرابعه. تلاقوا الصينيه اتشكلت معاكم في ثواني عشان انتوا بذلتوا الجهد وكورتوها في الاول. خمسه ما نلزقهمش في بعض تماما عشان بتنفش شويه. وادي ست. يلا تعالوا بقى ندهن الوش. عندنا هنا بيضة وشوية لبن. اوكي ماشي. انا كنت بس عايزة كوباية، انا عايزة كوباية يا جماعة، اي مج شفاف حتى او هو ليه هنا في مية. دي بتاعت خلاص، هو خلاص هستخدمه ده، هو ده مناسب جدا. هنحط هنا شوية لبن ورشة من القهوة سريعة الذوبان اللي بتخلي البيض ما يبقالوش اي ريحة مزعجة لأي حد وبتدي لون كمان جميل. هدوب القهوة سريعة الذوبان في اللبن الاول قبل ما احط البيضة، لو حطيت البيضة ما بتدوبش معايا بسهولة. وبعد كده احط البيضة. تقليبة
ونيجي بفرشة وندهن. لازم ندهن؟ لا مش لازم، ده اختياري، ممكن حد يسيبها من غير دهن عادي خالص. ندهن الوش بالشكل ده، كده وادي كده الصينية اتدهنت. ممكن نسيبها سادة كده زي ما هي، ممكن نحط لها سمسم حبة البركة اللي احنا عايزينه. تعالوا نسيب الصينية دي سادة، ايه رأيكم خالص، وندخلها الفرن على درجة حرارة 200-220 مثلا، حرارة من فوق وتحت. نعمل شوية قرص محشية، استنى علشان نجهز بس الحشوات. عندنا شوية جبن، يلا بينا تعالوا نعمل. قبل ما نجهز الحشوات تعالوا نعمل بالجبنة الرومي والبسطرمة. هفرد كده العجينة برضو بإيدي، ولا محتاجة نشابة ولا أي حاجة، وحاجي آخد أهو شوية جبنة رومي في النص، وحتة من البسطرمة، وحلم الأطراف بالشكل ده، اقفل عليها، اقفل كده، اتك بايدي اقرص كده عليها زي ما بيقولوا يعني، واجي كده وبطط تاني. نعمل واحدة كمان، نفرد شوية جبنة رومي، ونلم الأطراف ونفرد كده. ونحط في الصينية واحدة كمان. تلاقوا فردها يا جماعة، انتم ملاحظين احنا ولا بنستخدم نشابة ولا بنرش دقيق ولا اي حاجة، الموضوع بالايد سهل جدا، عشان التكويرة والتريحة اللي احنا عملناها دي هي اللي بتفرق جدا في النتيجة النهائية. شوية جبنة، حتة البسطرمة، ونلم الأطراف. ماشي، بس هو في كتير، أنا معرفش والله. أربعة؟ واو. يلا بينا، تلاتة اهو عملناهم بالجبنة الرومي والبسطرمة. طيب عندنا حشوات تاني ايه؟
ممكن نعمل شوية جبنة بالزيتون على فكرة، بتبقى أحلى حشوة في الدنيا، جبنة بس من غير حاجة خالص، كل ده ينفع معانا مفيش مشكلة. تعالوا نجيب شوية جبنة وزيتون وبقدونس كده، حشوة جميلة جدا. الفرن تمام، يلا بينا. ادي الجبنة، اي جبنة بيضة يا جماعة بتحبوها كله ينفع، وشوية بقدونس وشوية زيتون. وبالشوكة كده نهرسهم مع بعض او نخلطهم مع بعض. يلا بينا ونجيب من العجينة، وبنفس الطريقة نفرد فردة بسيطة كده بإيدنا. وهنحط حبة من الحشوة اللي عملناها بالجبنة في النص كده، لا تحشو زيادة ولا تحشو قليل، وهلم عليها الأطراف بنفس الطريقة. ونيجي كده برضو ونبطط، ممكن نعمل جبنة بيضة على جبنة رومي، مش هتقول لا خالص. ونعمل بقى صف كده من الجبنة اللي عملناها بالزيتون والبقدونس. في عندي خلطة تانية جبنة بالبقدونس بالفلفل برضو هتبقى جميلة جدا، الجبنة اللي بالفلفل اللي كمان بيحبوا السبايسي، احنا حاطين فيها فلفل حامي، اللي مش عايزين سبايسي هتشيلوا الفلفل الحامي وتعملوها بفلفل رومي عادي، ممكن تعملوا فلفل رومي على زيتون. بصوا الموضوع يعني مرن خالص، ممكن تحشو حلاوة، ممكن تحشو سكر بالقرفة، كل ده ممكن. بالظبط، هي بديل للساندوتش اصلا، يعني دي ممكن تبقى بديل للساندوتش في المدرسة، تتشال في الفريزر وتتسخن او مقفولة. فعلا الحشو عليها، نور بتقول لكم ما بتبهدلش الدنيا، عشان فعلا الحشوة مقفولة عليها، فالموضوع ايه لذيذ. وزي ما انتوا شايفين واحنا واقفين عملنا هو صينيتين بأبسط جهد في الدنيا. يلا بينا. وندهن. حاضر، ندهن الوش. دهنة الوش دي بتدي لمعة جميلة، في ناس كتير ما بتعملهاش براحتهم طبعا، بس انا بحبها قوي بصراحة، بتدي لمعة جميلة للوش، تخلي شكل الحاجة كده مبهج. في ناس على فكرة بتدهن بلبن، في ناس بتدهن بقشطة، كل ده بيحمر الوش وبيخليه جميل. ده للناس اللي عايزه تدهن بس مش عايزه بيض، لان معرفش ليه في ناس بتعقدهم البيض قوي، هو مفيش فيه اي عقد الصراحه، مجرد رشه النسكافيه دي بتشيل اي ريحه للبيض
وبنشوفها ما بنشمهاش خلاص تاني. يا سيدي يا سيدي، تعالوا بقى نحط ايه، سمسم وحبة البركة. سمسم وحبة البركة، يبقى شكلهم تحفة على الوش. ويلا بينا على الفرن عدل. درجة حرارة 200، الرف اللي في النص حرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة توزيع حرارة طبعا يشغل. المنظر رهيب. طبعا احنا عاملين قرص من قبل الهواء، عاملين قرص في الهواء، فيعني عندكم اللي عملناه على الهواء وعندكم اللي عملناه من قبل الهواء. يا جماعة لو احنا عايزين القرص بتاعتنا تبقى طرية جدا نعمل ايه؟ أول ما تطلع من النار وهي سخنة نقوم جايبين ورق فويل وقافلين عليها كده. اللي هيحصل ان احنا هنحبس البخار جوه، فالبخار هيطريها. طبعا المقدار اللي قدامنا ده يا جماعة مقدار الثلاثة كيلو، عشان اللي بيسألني الثلاثة كيلو بيعملوا قد ايه والكيلو بيعملوا قد ايه، فده مقدار الثلاثة كيلو. الكيلو طبيعي هيعمل تلته. بصوا بجميع انواع الحشوات اللي حطينا على وشها بابريكا واللي سمسم واللي سبناها واللي كمون واللي بحبه بركه واللي ميكس من الاثنين، وانا هطلع كمان بتوعي دلوقتي اللي خبستهم على الهوا. جاهزين وزي الفل. يلا بينا، دول اللي احنا عاملينهم على الهوا. بتطلع طبعا بتكون عاليه كده ومنفوخه، بتهبط شويه بعد حبه. زي ما قلت عايزين وش فيه سنه كده يعني ماسك نفسه هنسيبها مكشوفه، عايزين وش طري خالص زي العيش الفينو كده بتاع المخابز يبقى نغطيها. انتوا احرار طبعا في اللي تحبوه ومفيش مشكله، كله صح وكله جميل. يلا بينا نرص. دي اللي طلعت الاول نرصها هي الاول. يلا بينا. ادي واحدة. شيل الصينية. استنى عشان هي سخنة على ايدي. بصة طالعة من الفرن. نجيبها هنا كده على جنب. ونرص. ادي. واحدة كمان. ونجيب التانية كمان نحطها على بلانشة تانية. دي اللي حشيناها جبنة. وطبعا احنا مقدمين معاها شوية مش وشوية جبنة بالزيتون وجبنة بالبقدونس وبسطرمة وجبنة رومي وشوية زيتون. تشكيل التقديمات كده عشان وانتوا بتاكلوا تروقوا نفسكم وتدلعوا نفسكم على الاخر. وادي الساده للتغميز بالظبط. وادي كمان اللي بالجبنه سخنه طبعا لسه طالعه من الفرن فسخنه على ايدي. قرص من اكتر الحاجات اللي ناجحه تعملوها في البيت، وزي ما انتم شايفين هي بسيطه خالص مفيش فيها ايه تعقيد ابدا. وادي تقديمه الجبن بتاعتنا. وادي العجينه، العجينه الخمرانه والعجينه المتكوره، عشان برضو تبقوا قدامكم كده كل الخطوات. اعتقد المنظر يتحدث عن نفسه. هو انا ليه مش شايفاكي؟ نعم نعم نعم.
وكده بقى قدامنا كل القرص دي زي ما قلت لكم، ده المقدار اللي احنا عاملينه قبل الهواء، المقدار اللي احنا عاملينه قبل الهواء 3 كيلو، فال 3 كيلو بيطلعوا لي كل ده. تتشال في الفريزر يا جماعه عادي خالص، مده صلاحيه مثلا 3 شهور، تطلعوها تسخنوها وتبقى زي الفل. ودي العجينه، دي عجينه المقدار الكيلو، واحنا كمان عاملين دول على الهواء كيلو تاني وخبزينهم على الهواء. وزي ما انتم شايفين اللي مخبوزين قبل الهواء قمر، واللي مخبوزين في الهواء قمر، وكل الموضوع قمر في قمر بصراحه، وكل حاجه طالعه مظبوطه الحمد لله.